الله مساءكم وصباح الخير. الله يسعد صباحكم ويسعد مساءكم ويسعد اوقاتكم. ويعني ان شاء الله تعالى هالنص ساعه او ثلث ربع ساعه حتكون باذن الله سبحانه وتعالى فيها افكار جديده مثل ما وعدتكم. لكن بس بدي منكم اطلب طلب انه نكون تفاعليين، نتفاعل مع بعضنا تمام مشان نولد كمان مزيد من الافكار. طيب بدايه عنوان محاضرتنا اليوم هي كيف نحن ندمج بين ال100 نقطه وخطه الاي او سي تمام. هلا انتم مثل ما لاحظتوا دي اكس ان اساسا الركيزه الاساسيه تبعها اليوم اذا بتدوروا على نجاحات يعني جميع القاده اللي نجحوا بتلاقوا الركيزه الاساسيه هي شو ال100 نقطه، اليس كذلك؟ مين متابعني على بث المباشر؟ مين متابعني؟ تمام. طيب حقيقة الاي او سي، الاي او سي يعني مثل ما نحن كلياتنا بنعرف هو نظام مستحدث اسمه زين الكيك، ايسينج اون ذا كيك، يعني حط الايس على الكيك، صح ولا لا؟ طيب دي اكس ان حقيقة لما طرحت هذا النظام بظن ما اخذ حقه كثير بالشرق الاوسط ودول الخليج العربي والدول العربية بشكل عام، ما اخذ حقه. لكن بدول اوروبا والدول يعني القريبه لهذا السيستم اكثر من دولنا اخذ حقه تمام وفهموه تمام واشتغلوا عليه. وبقول لكم انه بلشوا يطلع رتب سريعه بنظام الاي او سي، في ارباح سريعه. هلا حنشوف كيف نحن لما بندخل وبندخل معنا عضو جديد كيف نحن حنقول له يشتغل على التنتين سواء على الخطتين وما يقول لك انه انا والله صار لي كم شهر بدي اكس ان وارباحي صغيره، وما يقول لك انا صار لي كم شهر بدي اكس ان ورتبتي للساعتها او ما وصلت رتبها. تمام. طيب الان لازم نروح سوية على الصفورة اي من القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب كويس. هلا لاحظوا يا جماعة الخير نحن عنا هاي نرسم الخطتين تمام، هاي اي او سي وهي 100 تمام. الخطتين بيتشاركوا او خلينا نعملها سهل، بيتشاركوا بعده امور. بيتشاركوا بانه الخطتين بيعطونا نقاط الترقيه لانه نطلع رتب الخطتين. الخطتين بيتشاركوا بانهم ايضا يعني يعملوا ارباح بالتناوب. خليني اقول انا بالتناوب، يعني تكون عندك بكره اي او سي و100 نقطه، بتلاحظ انه انت شهر شادد عندك الاي او سي، شهر شادد ال100 نقطه، فبضل بونص ارباحك، ما بصير في عندك انحدار بونص الارباح. صح، هذا شيء مهم، هذا شيء مهم لما بتكون فعلا عم تشتغلوا على التنتين سوا. طيب خلينا هلا اول شيء نحكي على الاي او سي. مثل ما كلنا بنعرف الاي او سي بتعطي 11 جيل من الارباح تمام، 11 جيل. الاي او سي نظام ربح سريع ونقاطه يعني الباقه الواحده تقريبا بتقرب لل 200 نقطه. لما نحن بندخل معنا عضو الاستراتيجيه انه نحن نشتغل هذول التنتين سويه، لما بندخل معنا عضو جديد خلينا نوصف له الوصفه مثل ما انا هلا حاحكيها، خلينا نعتبرها استراتيجيه تمام، خلينا نعتبرها استراتيجيه وليست قاعده، استراتيجيه. اشتغلوها حسب الاشخاص اللي معكم. استراتيجيا بدايه من اول شهر يعمل باقه الاي او سي من اول شهر تمام، حيكون عنده 200 نقطه تقريبا تمام. اذا استطاع يبلش بالبي في اوكي، اما نحن بدنا يبلش اي او سي لسبب، لانه وقت ببلش هو اي او سي وببلش فريقه يشتغل معه اي او سي بنفس الفكره وبنفس العمليه حتصير رتبته اقرب وارباحه اسرع. طب ليش ارباحه اسرع؟ لاحظوا ليش. ال100 نقطه، ال100 نقطه بتبدا ارباحها قديش يا جماعه تفاعليا هيك؟ 6% صح؟ تمام. هلا بتلاحظوا اليوم انه الدي اكس ان، في ناس من برا الشركه بتقول لك الدي اكس ان بطيئه. مين سمع على هيك؟ بالارباح بقول لك مضبوط؟ نعم صح. بتعرفوا ليش؟ لانه ما عم ننتبه لهيك. لانه ما عم ننتبه لهيك. بدي اشرح عندك من 15%. الاي او سي فعليا دايركت دغري مباشرة عندك بالجيل الأول، لا مو 15 حتى لو تشتغلها صح، يعني أنا ما حقول لك خطأ تاخذ باقة 30، وقت تعملها ثلاث باقات فورا ضربة واحدة حتاخذ فورا 30%، إذا أنت قربت ماسي من أول شهر. لاحظوا. طيب سؤال، في 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 قلق
انا بعرف في قلق عن بعض القاده بيقول لك نحن ما كثير عم نركز خايفين على 100 نقطه لانه اسسوا فرقهم استهلاك واسسوا فرقهم. انا بحكيها بقوه ما بخشى منها، بس حقلكم شو علاجها. شو الفرق اساسا بين انه يكون عندي انا حدا شغال معي اي او سي و100 نقطه و100 نقطه فقط، من لاني انا بخاف انه اقول للعالم اشتغلوا اي او سي، خايف على الاستهلاك، بس ماني عارف اساسا انه بيناتهم فوارق. يعني لما انا بعرف انه بيناتهم فوارق ما حخاف اذا حدا فات معي مني على اي او سي. شو الفوارق؟ خلينا سوية نتذكر او نتفكر او ندقق شو الفوارق بيناتهم، مين اللي يعطيني فارق ما فيني اتخلى لا عن هي ولا عن هي. مع انه فارق ليس ربح، فارق بيناتهم سيدي بيجعلهم كل خطة على حدة لا يمكن الاستغناء عنها، لا يمكن اني يعني لا يمكن الاستعاضة. خليني اقول اني انا استعوض بدل ال 100 نقطة اشتغل فقط اي او سي. حاعطيكم الفارق، ما حاعظكم، رح اقول لكم شو الفارق. هي الخطة حنفترضها خطة التجزئة، البيع بالمفرع، اتفقنا؟ لحظة هلا شو بشلون؟ هي حافترضها خطة الجملة، تمام؟ هيك حافترض تشبيها يعني، تمام؟ ها شوفوا، لما انا بدي اربح من الاي او سي، انا عندي باقه اي او سي، صحيح هي مره واحده بالحال، بس وقت بدي اربح من الاي او سي بده يكون في شخص تحتي حقق شو اي او سي حصرا. طيب سؤال، اذا انا ماني محقق 100 نقطه وفي عندي فريق 10,000 شخص حول العالم، هذا اخذ له صابونه، هذا اخذ له معجون اسنان، هذا اخذ له عده شامبو، و و و هذول كلياتهم مالي اربح، محروم انا لما بكون فقط اي او سي، صح ولا لا؟ اذا ها لاحظت سيدي، فينا نستغني ما فينا، انت فعليا ما بتاخذ ارباح البيع بالتجزئه الا يكون عندك شو ال100 نقطه. فلذلك لا يمكن الاستعراض. هذا انا اطمن اليوم يعني القائد اللي خايف ياسس فريقه مثلا، وخايف انه فريقه ما عاد يستهلك، لا رح اقول لك انه هي ما حيحسن يستغني عنها فريقك، خاصه انه في ناس كثير وانا اولهم لا يمكن استغنى عن القهوه السوداء. يعني انا اليوم بدي اشتري قهوه سوداء، ابلايني اذا بده يربح بده يكون عنده 100 نقطه. إذا نفس الأمر اليوم كثير بالفرق بتلاحظوا ناس شري بس حوائجها من دي اكس، ما بده يشتغل بزنس، اوكي؟ اشترى حوائجه، أنت ما بتربح غيرك ما عندك 100 نقطة، تمام؟ هي المفارقة بيناتهم، فلا يمكن إنه نحن نستبدل خطة بخطة. طيب، بس شو عملنا نحن؟ نحن أزلنا مشكلة إنه يقول لك الأرباح بطيئة بالأشهر الأولى، يعني حتى أنا آسف أقول نحن قعدنا نبررها نبررها نبررها، إنه معلش البطء 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 بالبداية، معلش اصبر اصبر واصبر وصابر وصابر، موعدنا الجنة، يا جماعة أوكي الصبر حلو، بس تعالوا نخطط ونشتغل، تعالوا نشوف شو في استراتيجيات، شو في بالأفق لحتى نشتغل عليه، في عندنا الـ IOC دي إكس إن عملتها خطة الأرباح السريعة، لما تدخلوا عضو معكم تعال تعال يا ابن الناس بدك تشتغل إلا إيه؟ حقق الاي او سي، اعمل لي باقه اي او سي. بنفس الوقت لما انا حساعدك تاسس فريقك، طبعا انتبهوا بين قوسين، ساعدوا الناس تاسس الفريق، خبرتك غير خبرتك. سؤال، اذا كنت انت صاحب شركه وناجح وفاهم بشركتك المنتج وفاهم كل الامور، لما تجيب موظف، طبعا ما بصير نشبه العضو بموظف، بس نحن هلا نحن جدلا، تمام؟ اذا جبت موظف وقال لك انا عندي امكانيات وحابب الشغل واو، هل بتتركه يواجه مصيره بشركتك ولا بتدربه وبتعلمه وتقول له هي بتنعمل هيك وهي هيك والمنتج هاي ينباع هيك والمنتج تبعي هذا ليس لهذا الامر واو، الى ان يفهم شو العمل بشركتك، صح ولا لا؟ اذا العضو بيدخل مع منك نفس الامر يا اخي، انت مشارك ارباح، انت هذا الشخص جاي ممكن يعمل فريق كبير كثير تضل تربح طول الحياه كل شهر من فريقه على ضرب له، تمام؟ ساعده بالبدايه صح، فمساعدتك له بالبدايه انك انت تقول له فعل الاي او سي من البدايه، اول طلقه الاي او سي، وثم ببلش شو ببلش هو ايضا بيعلم فريقه كذلك. بس انت شو عم تعلمه كمان مع الاي او سي؟ هلا بنروح بقى للتدريبات وللشغل المستمر 100 نقطه، يعني الاي او سي الفاتحه فاتحه العام. تفضل. بس بالنسبه لقيمه النقط تبع الاي او سي هي مدموجه تبع قيمه النقط ها لا لك شغله، هي مدموجه بشيء اسمه الترقيه فقط، بس للترقيه تمام للترقيه. على فكره يلي بيشتغل على هدول الثنتين سوا بشكل صحيح لسه سفير اسرع، يعني اللي وصل مثلا 5 سنوات او 3 سنوات بكره بتشوف السفراء اذا ان شاء الله تعالى انشرع استراتيجيه بشكل صحيح صار في ابداعات، شوف السفراء سنه ونص سنتين، ليش؟ لانه سهل. عندك انت هون الباقه الاي او سي لما بفوت بالاستثمار كامل بفوت بثلاث باقات، من اول شهر اذا كان هو فعلا جاد متحمس، من اول شهر ثلاث باقات فيهم 600 نقطه. لاحظت؟ طب تحت رقم عضيته؟ لان بيتحمسوا الشباب شوي، اذا كل واحد حقق باقه بتعمل هيك قرب استاجر. حقيقه اسف بس لحظه، حقيقه طلعت ماسي
والله هو الذي لا اله الا هو فضل الله سبحانه وتعالى وما قد لايوس وقت وصلت الماسيه. انا عم بحكي هذا الكلام عشان انتم تثقوا بهذا الشيء عم بقوله عن تجربه، مو انه جاي احكي حكي. انا قربت من الماسيه لاحظت انه الناس مطوله بدها يلا 100 يلا 50 تعال لا حقق لي لايوس وفعلا ما شاء الله صار عندي اربح. تفضل استاذ. عندي سؤال بس، في حال انت بتقول انه يفعل 3 اي او سي او يفعل مثلا بخه من بخات الاي او سي، نعم هو مطلوب يفعل اي او سي ويكون عنده 100 نقطه الشهريه صح؟ طبعا سيدي نحن هلا ليك لاحظ انا لحد هاللحظه بس عم سلط الضوء على قوه الاي او سي لانه يصير في استمراريه. نعم تمام الله ينعم عليك لانه في مشكله عندنا اليوم نحن العضو اخي معلش اوكي انا بعرف انه نحن بنحارب فكره انه اخي هذا مربح سريع بس يا اخي في ناس بتقطع نفسها تمام انت عندك نفس انا عندي نفس في ناس بتقطع نفسها وفي ناس ما عندها صبر بدنا نتعرف بدنا نتعرف بس بدنا نتعرف بس هون ها البيبيع سيدي الباقة الباقة بإمكانه هو يطبق زباينها مثل ما بنقولها بالتجارة يعني طبق لي زباين الباقة أخي طبق لي معجون أسنان مع صام طبق لي فاتورة يعني يلا هذا من الشركة أي أو سي هذا الشغل عمل شوفوا اليوم أنا عم أوجد يعني خطة بس ما بحسن بنفي حالة البيع وحالة التجارة بده يحكي بده يفتح تمه عرفت شو الأصل؟ إي نعم فهون نحن ما نفينا الاي او سي ولازمني انا ما اروح ضروري ضروري يا استاذ صهيب يا حبيب القلب انا لازمني ما اروح يا جماعه انا بتحرك كثير بالمحاضره طيب صلى الله على سيدنا محمد صلوا على رسول الله الان نحن بدانا مع العضو حقيقه بالاي او سي وطبعا عم نعلمهم نقطه وتدريبات ما واجتماعاتنا كلها ومؤتمراتنا وحبنا للدي اكس ان تحت رعايه ال 100 نقطه وشعار ال 100 نقطه حقيقه هذا السيستم العادل بلشنا 100 نقطة، هدول الخطتين مع بعض حيعملوا أمرين اثنين، هذا هو اختصار كل شيء على فكرة، اختصار كل شيء. حيعملوا أمرين اثنين. هي الـ IOC حتعمل لي ربح سريع ودفع على العضو الجديد، والـ 100 نقطة حتيجي تاخذه على شيء اسمه ديمومة الأرباح، شيء اسمه استمرارية الأرباح، ليش؟ لأنه فعلياً بالـ IOC ما بقول لك ما في استمرارية أرباح، حقيقة إذا بنشتغل كلياتنا بس IOC بتستمر الأرباح. تستمر الأرباح، لأنه فعلياً حيستمر مبيعاتنا الفريق. وب 11 جيل بس لكن انه استمرار الاستهلاك مثل ما حكينا قبل شوي بالتجزئه انك تستفاد من كل شيء انباع طيب يا جماعه الخير الان قبل ما يعني كمل الفقره بدي اخذ من حضراتكم اسئله بدي اخذ من حضراتكم استفسارات شو الشيء اللي مشكل مع منكم شو الشيء اللي بدور باذهانكم حول الاي او سي او حول ال 100 نقطه او حولهم معنا هو بالنسبه للاي او سي ما في تستفيد من هذا لو ما كان في عضو جديد مدخل منزل الاي او سي اي طبعا قصدك انت ما بتاخذ ارباح من الشركه يعني اذا فريقك حقق اي او سي انت ما عندك اي او سي هذا السؤال ما فيك تستفاد ما فيك تستفاد تكون انت عندك اقل شيء باقه اي او سي حتى تشوف فريقك عم يشتغل اي او سي كمان هلا اخ الغالي سلط الضوء على نقطه مهمه بوجه تحيه لاحد يعني ابلايناتنا ما بدي اذكر بالتحديد لكن احد ابلايناتنا لما انا سلطت الضوء شوي على اي او سي عم حب الفكره قال لي ابو عمران حقق لي اياها قال لي حقق لي اياها البطاقه تمام طبعا هو موجود بالخليج الفكره انه حققناها انا صار عندي فضول قلت له استاذ افتح لنا نشوف عندك الشجره لاحظوا هذا امر مهم يا جماعه ما شاء الله عليك ما شاء الله فهو شو قلت له فهمنا لانه بشكل عام مهتمين بال 100 نقطه حقيقه حتى على السيستم ما عندهم اي او سي انتبهوا هلا في ناس عم تسمعني خارج تركيا ما في اي او سي بس انا سالت على جروب الليدر بتركيا واخذت الجواب يعني جواب مؤكد 100% يلي خارج تركيا بحق له يشتري من تركيا فقط اي او سي يعني ما لها ممنوعه بشرع الشركه او قوانينها لانه مو موجوده يعني في الخارج فبيتزودوا من تركيا او من المغرب او بياخذوا من اليو اس اي او من اوروبا اللهم صل على سيدنا محمد فقلت له افتح لنا لنشوف لنتفرج عم فتحت لقيت لكم شجره طويله كلها رايحه عليه سماره ما طفح كان بدها بس باقه الارسين البدايه ليطفى سماره فتنبهوا لهذا الامر شوفوا جميعا كل مين عم يسمعني اعضاء دي اكس ان حقق باقه مكموره حطها على جنب اوكي يلا كمل شغلك بال 100 نقطه عم تستهلك صحتين عم تبيع اوكي بس هي حققها وانساها صدقوني يا جماعه بلحظه بيدخل معك شخص مالك منتبه له بيعمل فريق كثير كبير اي او سي في ناس متحمسه للاي او سي حقيقه وعندها فكر خاصه انه اساسا التنوع يعني صار في تنوع في ناس بتحب خليني اقول انا يعني الصفقه نظام الصفقه الاي او سي بيعتبروا صفقه ففي ناس اخذوا غير مباشر بلش اي او سي هذا الفريق كله تدروا احنا بيكون ما في عندك باقه تمام فحققوا لحقوا اي نعم شو في كمان هيك افكار اسئله كمان نبرج سوية بهدول الخططين معا هل انتم الان تفضل يا استاذ دمها سريع بس على الاي او سي لانه جد متاخر
تمام سيدتي. هلا ليك لحظه، الاي او سي، الاي او سي هو نظام يعني الباقه الواحده، يعني بيجي كتله من المنتجات، ما فيك تاخذي مثل ال 100 نقطه، 100 نقطه من اول الشهر لاخره، فينا ناخذ علبه معجون صابونه كذا نجمع يعني باكج. باكج هذا الباكج قيمته بتركيا 660 ليره، تمام؟ خارج تركيا طبعا بالمغرب او بغيرها بيختلف حسب البلد. الباقة هي أنا شرحت عنها، ما بدي روح وقت المحاضرة، هي شرحت عنها على قناتي موجودة، بتمنى من حضرتك تفوتي بهذا المكان تحديدا. شرحت الاي او سي، شرحتها بسنين، شرحتها كمان على سطح المكتب على البي سي. الاي او سي سريعا مباشرة بتعطيكي أرباح كبيرة مباشرة من أول باقة بتحققها، بتكون أرباحك 15% مباشرة، بينما خطة ال 100 نقطة 6%. بس خطة ال 100 نقطة فهي العامود فقط تبعت بي اكس، بس ببلش بهي مشان شو؟ مشان أعزز دفع الأرباح من البداية. شوفي عنا يا جماعة الخير، خلينا ناخذ، خلينا نكون تفاعليين مع بعضنا. عندي استاذ إن شاء الله هذا الشهر بدي أشتري ثلاث باقات إن شاء الله. حلو، رائع، شيء مختلف. طبعا انا اصفع عندي ثلاث باقات بس باقات ما بينزلوا بالمجموعه اسمها الترقيه. عملت اول شيء بعدين تبعتها. ايوه، لانه عندك انت عندك لما تكبس بالماوس على اسمك انت بيظهر عندك عدادين، واحد اسمه الترقيه وواحد اسمه التراكم. على عدد الشجره بيطلع، بس اما على الطرف الثاني بيطلع لحاله اسمه الترقيه. بس لما بتوصل، مثلا بدك توصل ستار ايجنت، لما بتوصل لنفترض 3900 من خطه ال 100 نقطه، اوكي، وعندك 600 بالترقيه من اي او سي صرت ستار ايجنت، تمام؟ طب معناتها قديش سهل يا جماعه بالاي او سي، كثير انتبهوا لها، سهل كثير تصيروا ماسيين والله، سهل كثير تصيروا عندكم رتب بالفريق، يعني نكون شغالين مع فريقكم كمان اي او سي. هلا الان بالجلسه ما شاء الله من فريقي في يعني الاستاذ مأمون، الاساتذه، اشتغلنا اي او سي ولا ما اشتغلنا يا شباب؟ اشتغلنا اي او سي كثير، تمام؟ طيب شوف كمان هيك، بحب انا اكون تفاعلي، انا في عندي كثير افكار اطرحها بس من عندكم افضل، شوف انتم رغباتكم، شو الشيء مفاهمينه وانا بطرحه. شوفي كمان مين، طب مين حقق باقه اي او سي؟ حققتي وحده ولا كم وحده؟ ثلاثه ما شاء الله. طيب حلو، لازم رح احكي لك شيء على قصه الثلاثه. طب فيك تحققي اربعه مثلا؟ فينا، بس شو الفائده؟ هلا انه انا بنسال هذا السؤال، انا شو الفائده اذا حققت اربعه او خمسه او سته؟ هلا في فائده لكن كدراسه عمل على ثلاث باقات هو احسن. حلو، رائع، كويس. هلا ثلاث باقات بتصير نسبتك بالجيل الاول 30%، اذا بصيروا اربعه ما حتزيد، النسبه ما حتزيد، تمام؟ بس بامكانك تستفادي الرابعه رح يكون قيمه ارباحها 30%. يعني وقت تكوني هي للبائعين، انتبهوا لها يا جماعة الخير، انتبهوا لها كثير كثير، في ناس معنا بالدي اكس ان بتبيع كثير منتجات، وبعرف للبائعين مباشرة إذا هو واصل يا جماعة الخير مثلا ستار ايجنت، لاحظوا مع مني هذا الحكي اللي عم بقوله، إذا واصل ستار ايجنت وإجا باع المنتجات قديش نسبة أرباحه؟ 25%، صح ولا لا؟ طب إذا إجا اشترى باقة الأي أو سي وباع قديش نسبة أرباحه؟ 30. لاحظتوا؟ هي الرابعة والخامسة والسادسة، لأنهم كلياتهم بيكونوا بالجيل عندك وين؟ يعني أنت مثلك أنك حجزتي، مو حجزت جيل حتى، بتكون هي منبثقة من الثالثة، فبتبلش تاخذ 30% دائما، تمام؟ هلا الفكرة وين؟ لا أنا أعطيتكم هلا استراتيجية، لاحظوا يا جماعة الخير دقوا على اللي عم بقوله هلا وبعدين، وكل ما شفتوا التسجيل، أنا عم بعطي استراتيجية وليس قاعدة، ولازم نحن ننتبه لهي الأمور على فكرة. بس أنت منتبه هالاستراتيجية بقوة مكتبك. أنت ماشي على هذه الاستراتيجية. انت قلت لي صح، اي حقيقه. بس انا ايش عم اقول لك، لانه سيدي في نقطه بدنا نفرقها. هلا في ناس مفكره انه النجاح بدي اكس ام له قاعده معينه لازم نتعلمها، لا، هو استراتيجيات، تمام؟ شوف الاستراتيجيه المناسبه لك، بتبلش نقاط بايش. اخي في ناس صيادله مثلا عندهم مبيعات وتصريف، هذول له استراتيجيه خاصه، تمام؟ طيب شوفي كمان شو عندنا، شو عندنا مداخلات، شو عندنا اسئله، شو عندنا، يعني بشكل عام اي او سي ما بامكانك تربح منه من الاجيال تحتك مع باقه طريقه، اذا ما كنت انت تفعل على الاقل باقه، على الاقل باقه. فانت لما تفعل باقه هلا بتحتك فعل باقتين، فانت تربح منه من الاولى فقط، صح؟ الباقه الثانيه ما تربح منه حتى انت تفعل باقه ثانيه. لا 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 لا، إذا حدا قصدك، إذا حدا قد ما كان مفعل بتضل تربح، إذا لو عندك باقة بس تختلف نسبة الأرباح فقط، تمام؟ بس طبعا يعني... ضل إذا فعل باقة واحدة انقطع الشهر، ما فعل باقات ثانية،
هون لا عليها على باقه الاولى لا بس وضحها هي انا موضحها على فكره بس رح اوضحها هلا انتبهوا لشغله مهمه لما انت بتيجي بتعمل باقه واحده تمام وبيجي شخص تحت رقم عضويتك بيعمل باقه بعدك مباشره تمام هذا حيضل مرتبط بحضرتك على الباقه الاولى مدى الحياه رح تضلك تتحسن ممكن بدون الايام يصير هو كثير عنده ناس ايوه 15 لو فعلت تنتين وثلاثة هذا بيرتبط على الأولى. خلاص هو فريق مدى الحياة. مدى الحياة. ما بيصير خلاص. أنا عشان هيك عم عاد ثلاثة وخص منه الحمد لله. قلت خلاص إنسان يعني. هلا هاي في إلى سر هو رح لكم إياه تمام؟ أسرار الشغل تمام؟ لازم الكل يعرف الأسرار بس في إلى في إلها في إلى فتوى بس في يعني لازم ما يكون مباشر. حقيقة. بس خلص لا 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 معلش نقولها لازم ما يكون مباشر كيف؟ شوفوها مع مني انا اشتغلت هاي شوفوا يا جماعه الخير عندي السبوره انا كبيره ما شاء الله بروح فيها هيك لانه لاحظ مثلا هذا انت تمام هذا انت حلو هاي مشان اللي يعني مثلا بتعرضوا لهيك موقف يعرفوا شلون يحلوا الموضوع لاحظ وهذا شخص اسمه محمد حلو انت محقق باقه واحده او يعني ماشي اوكي انت محقق باقه واحده تمام لا بيكون عندك ثلاثه سوري فعلا بيكون عندك ثلاثه هون ثلاثه بس في فكره انا صارت معي انا لانه شخصيا هلا عم بتفكر صح لحظه محمد عنده باقه واحده تمام محمد عنده باقه واحده وبيتسجل تحت محمد شخص بحقق ثلاث باقات تمام يعني هذول ثلاث باقات تحت بعض لأتذكر حالة صارت معي بكندا والله معلش اعذرونا بس سبحان الله هذا أمر بدي أنصح فيه أنا لأنه في إلى مثل أقوله فتوى أنت عندك هون اللهم صل على سيدنا محمد هذا الشخص ارتبط على باقة محمد الأولى تمام فعلا سبحان الله راحت بنجيب لكم اياها لا انا لانه صارت مع مني انا عندي شخص تحت رقم عضويتي هو المشكله عنده مو عندي انا اساسا وقفت له وقت حققت الاي او اس حققت ثلاثه فورا بس في شخص تحت رقم عضويتي كان عنده باقه واحده وارتبط عليه شخص دغري على الباقه الاولى ولقيت له انا وقت الحل لقيت له الحل انه يرتبط عنده على الباقه الثالثه بس هي ان شاء الله تعالى يلا منيح مشان نشوقكم عليها لا أتفكر فيها تمام لأني استشرت وقتها استشرت باليو اس اي والله شخص من الوكالة هو قال لي الحل رح اسجلكم اياها ان شاء الله تعالى تسجيل نرفعها على يوتيوب تمام يلا خليها سربرايز لحتى اتفكر فيها تمام لانه ما بصير نحكي اي كلام تمام شو في كمان اسئله عن حضراتكم في شيء ايضا بس ثلاث باقات هم اي او سي مفعلون نحن ثلاثه طبعا هلا اذا صاروا اربعه ما حيختلف شيء بنسبتك اما الرابعه بتكون نسبتها مثل ما حكينا قبل شوي اذا انت بائع يعني عم تبيع بتكون نسبتها كامله 30% مباشره بتاخذ 30% احسبوها بالحساب على فكره على سيستم تركيا 30% بتطلع 100 ليره مباشره يعني المطلوب انه انا بلش انا فعل اول شيء ثلاث باقات اي او سي بعدين اللي تحته كله انصحوا بتفعيل الاي او سي ضروره اول والله النصيحه يا جماعه من وقت ما يفوت العضو خاصه الجواد يعني كمان انتم اليوم يعني كونوا انتقائيين بصراحه خلينا نكون منطقيين يعني في ناس اخي يعني انا بقول شيء اليوم اذا بتحكي مع تاجر بتقول له كل زباينك بتعاملهم مثل بعض بيقول لك لا صح كل زبون شكل صح ولا هذا بيدفع هذا ما بيدفع هذا معد فالاصل انه يعني تكونوا انتقائيين في ناس بتقول له ثلاثه بترك الدي اس ان كلها بيقول لك والله بدهم فلوس طلع بدهم مصاري لا يا اخي في ناس اخي خلص اشتغل براحتك انت انصحه قدم له النصيحه وخليه يشتغل براحته شوفي عنا كمان على فكره انا موصى انه ما نتاخر بعد السته لانه في عنا المعرض شو هي استاذ نادر الاي او سي شرط التحقيق انه بنفس الشهر مثلا ثلاثه ولا مثلا لا هلا انت مالك ما في شرط انت بدك بتحققهم بنحسبوا لك ثلاثه بس هي الفكره انه ما يجي شخص مثلا نشيط يسجل على باقتك الاولى وتروح عليك مدى الحياه عرفت شو القصد؟ ايه طب اذا خلينا نلخص المحاضره كلها لانه ما بنتاخر والله انا واعد الشباب هم بالفرع عم بيقولوا عندهم شيء بعد الساعه 6 والله ما انتبهت شو عملوا لي فسبحان الله احنا تاخرنا كثير الطريق كان فاضي اليوم كثير كثير فكنا عم نتسارع علينا على الرياضه يا جماعه الخير تلخيص للموضوع كلياته
عندي المزايا اللي هنحطهم على السبوره. الميزه الاولى الوصول لارباح سريعه، تمام. الميزه الثانيه الوصول لرتبه كمان بسرعه، تمام. الميزه الثالثه انه انا اكسب كامل الكسب، يعني الكسب المضاعف، تمام. لانه اساسا رح تلاحظوا انتم انه في عندكم تنوع بالفريق بشكل عام دائما، يعني خاصه للناس الشغيله. انا عم بحكي ناس شغيله، ما عم بحكي لحد استقطب شخص وقاعد يدور على اجزاء هذا الشخص، تمام. بدكم انتم تدور على اجزاء الفريق، تمام. اذا شو بدك تشوف فريقك وقت انت قاعد تشتغل؟ تلاقي في تنوع، في ناس حابه الاي او سي، في ناس حابه، فانت تكسب الكسب المضاعف، انت مرخصتين عم تكسب سويه، تمام. طيب اربعه، شو عنا؟ انت قول لي شو في مزايا انا وقت بشتغل بالخطتين سويه؟ انا وصلت لربح سريع، لرتبه بسرعه، لكسب مضاعف. الكون شو كمان؟ شو؟ اختصار الوقت. حقيقه هيك اختصار الوقت، حقيقة هيك فيها اختصار وقت. أنا عم أقول لكم يعني يا جماعة الخير، شوفوا نحن اليوم بدي اكس ان لازم ننقل خبراتنا لبعض، ما في شيء اسمه مثل برا. هلا برا بيعتبروا دائما بالتجارات، أنا شغال تجارات من عمر 17 سنة، بالتجارات بيعتبروا أي شخص بيشتغل بمهنتك هو منافس، خلص انتهى نقطة. أول حتى درستها دراسة وقت تعمل إدارة الأعمال، دراسة هذا اسمه منافس، أنت تشتغل جوالات، هات جوالات أنت منافس، انتهى. في طبعا يعني برا تعلمنا انه هي حصه سوقيه، متى ما فات بده ياخذ من حصته، تمام. لا بالعكس، بدنا عندنا بس بيفوت بزود حصته. شايفين حكيناها على فكره مرارا وتكرارا، قلنا انه نحن مهنتنا من اشرف المهن لسبب، لان النبي عليه الصلاه والسلام وصلوا عليه اللهم صل على محمد، شو قال؟ قال لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخير. طيب اذا نحن عم نطبق معنا هيدا الدي اكس ان، والله انا بتمنى اليوم يصيروا سفراء كلهم معي بالفريق، عرفتوا؟ خليك على نفس السبوره مشان الكاميرا. ايه تمام. يعني انا متمني فعلا، ليش؟ لانه انا ربحان وهو ربحان، فيعني فعلا من اشرف من المهن. ومو بس هيك، الدي اكس ان كلها قاعده تراعي بعضها، هذا الـ يعني خلينا نقول الجسد اللي مقلب صار اكثر من 10 مليون، كله قاعد يحفز بعضه ويراعي بعضه، خايف على سمعه الشركه، انه سفينه بيعتبروها راكبين فيها كلياتنا، صح ولا لا؟ هاي مو موجودة بغير مهن حقيقة. اي نعم. طيب شو في كمان عنا؟ هذول الخطتين مع بعضهم. شو في كمان؟ مين بيقلنا هيك؟ مين طلع معه شيء انا عم بحكي؟ اختصار الجهد. يعني هي مع الوقت بنضمها، الوقت والجهد. تمام؟ الوقت والجهد. كمان؟ في؟ تفضلي. الشخص يضمن استمرارية الفريق، يعني وقت انت بتصور عضو تحتك ويكون فعال اي او سي من صغري يعني يزاد الاكثر شهر شهرين اكثر من انه منه قوي. صح. اذا هو فعل الاي او سي بشكل اخر بده يحاول يبحث يجيب ناس جادين يفعلوا عشان هو رجع بقى. حلو رائع. يعني اذا شو بالضبط؟ يعني ربط الفريق تحفيز اكثر لاستمرارية العمل. حلو. يعني ضمان استمرارية، ضمان استمرارية العضو. وحتى كمان في شغلة، يعني هلا احنا كلياتنا بنعرف، ما بدنا نقعد نحن نخبي عن بعض، ما كلياتنا بنعرف انه نحن بالبداية العضو ايام بفوت مثلا بيكون متحمس شوي، بعدين بيفتر، بعدين بيتحمس، بعدين بيفتر لينجح، صح؟ لما هو بيدفع بيعمل له حق باقة، بيدفع او ببيع او كذا، بيعرف هو فعليا. في ناس بتفوت معنا مثلا لبعد كم شهر ايام لحتى يبلش يقتنع يبيع ال 100 نقطة او يشتري ال 100 نقطة، هذا واقع. يعني في بعض الناس هيك، مو كل الناس بتفوت من اول شهر بتبلش بال 100 نقطة. طيب بس هو بيكون عامل اي او سي، بيقول لك خلص انا بشتغل لو ما يعني ما علي شيء، لا بدي بيع ولا بدي اشتري ولا بدي استهلك، صح ولا لا؟ بصير هو ضمنان حاله انه دكانتي الدي اكس ان شغاله، يلا انا بس فقط علي اني ادخل شخص واقنعه يعمل الاي او سي، هي كمان مهمه. طبعا هون هو شو بصير معه منه؟ هون فعليا العضو يعني تعالوا نحن نحسبها هيك صح، فعليا هو بعد كم شهر بلاحظ انه صار عنده ارباح من الاي او سي، لانه اقنع الاخر انه هو اساسا خلص لا عاد دفع ولا عاد باع ولا عاد عامل له كارت هيك حلو قاعد يقنع الناس، صح ولا لا؟ طيب بعد منه شو صار؟ بعد كم شهر لما صار عنده ارباح صار هو اساسا بده يستهلك، وصار هو بده يشتغل بال 100 نقطه، وصار عرفتوا شو؟ يعني الدفع الحقيقي بالاول لازم يكون اي او سي، لازم يكون اي او سي. طيب صراحه في كثير افكار ان شاء الله. في كمان استاذ في فكره انه عكس الصوره السلبيه اللي يعطينا بعض الناس انه دي اكس ان بطيئه كثير، هي الخطه يعني سبحان الله. لو انا فعلت الاي او سي
واللي دخل على رقم ادويته لسه ما فعلها، وما حيستفيد من الاي او سي لغايه ما يفعلها. بس انت تتواصل معه وتقول له تعطيني افضل يسال الابلاين راح يقول ما يفعل. هو لازم يكون في تعاون بالفريق بهذا الموضوع طبعا، وفي تعاون دائما في تعاون، يعني خاصه قد يكون هو اساسا عم يسالك بدي احقق وشلون بدي اعمل وكذا، انت لازم تكون معه. في كمان نقطه، اللهم صل على سيدنا محمد صلوا عليه. شو بدي اقول لك اليوم؟ سريع لسه صعبتونا اليوم بالبيت. شو عندكم كمان؟ هاتوا من عندكم. صراحه ما كانت فايده دراسه الاي او سي، ما كانت فايده. حققها ان شاء الله. حققت اول اي او سي من كم يوم. حتى انا ما كان عندي شهر الماضي. ما تابعت لي تبعات الاي او سي لمتو؟ تابعهم. بلا انا شفت الفيديو تاع اللي على 10 اي او سي كنت عم بحكي تابعتهم. صراحه اخذت معي شوي وقت بس تابعتها. صراحه هو بتعرف شو انا حلو انا وقتها قررت شفتك انت مهتم فيها هيك، يعني صراحه ما في حدا عم بيقنع حدا بهيدي الطريقه بهيدا السيستم الاي او سي. مثل ما انت بتعرض على المستقبلين اي او سي، ما بتعرض عليهم 100 نقطه. انت انا مهتم بهذا الموضوع كثير عم تحكي بكذا باكج هون، شفت انه قديش هذه الشغله مهمه. طريقتك انت بالاقناع، من طريقتك انك عم تركز لتبيع اي او سي، لتخلي العضو ياخذ اي او سي. بعدين قررت اني اشوف ارجع الفيديو كذا مره. صراحه اول شيء ما كثير فهمته، شوي قعدت الفيديو كذا مره لفهمته مضبوط 100%. ما شاء الله تبارك الله، ومبارك لك مجددا. يعني قد ايش صار وصلت بشهرين؟ شهر واسبوع. جيت لعندي على المكتب ما كنت داخل دي اكس؟ لا ابدا ما عندك حتى عندي. من بعدها درستها مضبوط. ما شديت نحن فكرت شوي وفي كانوا ناس حاكين معي ما شاء الله بارك والله بارك. انت وقدرت هذا الشيء قدرته، لانه انا عندي عبد الاستاذ عبد بالمكتب ابن بلده قال لي هو قال لي حب الفكره منك كذا وكذا، بس في ناس كانوا حاكيه. بس طبعا ما في مشكله، الدي اكس ان 1 وورد 1 ماركت 1 فاميلي، نحن عائله واحده. نجاح الدي اكس ان حتى يا جماعه الخير، في هذا واصل ماسي هون؟ وهلا واصل ماسي ان شاء الله قريبا، هاي بدي احكيها انا. بكره بس يصيروا ماسيين تشوفوا اللذه انه عندك 2% مشاركه ارباح دوليه. تمام؟ يلا تنجح كل الدي اكس ان، ينجح كل الاعضاء. الماسي مطلوب يكون في 6 ستار ايجنت صح؟ اي 6 بدك اياهم بس في خطوط مختلفه. تمام؟ اي وبس من اي جيل ما في مشكله. من اي جيل ما في مشكله. ايه من اي جيل، يعني ممكن انت يكون عندك، انتبهوا لها يا جماعه، ممكن عندك انت يكون مثلا هون واحد اسمه سمير. تمام؟ في حدا معنا اسمه سمير؟ شو مين سمير؟ لحظه هاي، ممكن هاد سمير لنكتبه اوضح طبعا، مع خالص الاحترام لكل حدا اسمه سمير، ممكن ما يشتغل يحمل حاله ويفلصع حلو ويدخل معه شخص شو اسمه سمير؟ عبد. مثلا ندخل معه عبود الحلو، سيد عبد. سيد عبد بصير شو بعد فتره؟ صار ستار ايجنت، اليس كذلك؟ طب سؤال، هل هذا الستار ايجنت بينحسب لك خط بالابلاين هذا اللي اسمه فلان مثلا؟ بينحسب له هو اساسا هذا سمير صار ستار ايجنت. ها لك ما لاحظت النقاط ما هو عم تتراكم. فانت عندك هون باي جيل بصير عندك حدا عنده 4500 نقطه ما عم تتراكم عند اللي فوق كلهم، بس ما بصير عندي الثاني ستار ايجنت. بدي اهول استاذي ما هيك، بدي اهول اذا ما تاهل في انضغاط. نحن هو بشكل عام خلص مازال سمير صار مثل ما حكيت تماما، بس مازال عبد صار معناته سمير صار. اذا انت باي خط بس انا لا يحسب لي اثنين ستار ايجنت. لا طبعا لا لانه فعليا ما هن 4500 نقطه بيساووا خط كامل ستار ايجنت. صار انا ثلاثه خط واحد. فانت بدك اياهم 6 من خطوط مختلفه. تمام يا جماعه الخير. طيب يلا نحن هلا دردشه صغيره 5 دقائق تماما. في حدا عنده سؤال؟ في حدا عنده شيء؟ حتى نختم ان شاء الله تعالى. انا كان بنفسي نحكي اكثر بس حقيقه المواصلات كانت كثير حلوه اليوم. هلا اصناف المواد، يعني كم صنف مثلا بيطلعوا كل الشركات؟ اصناف الشاب اليوم اول محاضره ما شاء الله وصار له بس معه 10 ايام جايبه معه؟ طبعا سجل معي معلم؟ لا مش رح خلاص سجل مت عليه من برا الله يبارك لك. طيب شوف حبيبي القلب، بالنسبه لموضوع المنتجات، دي اكس ان بتنتج اكثر من 200 منتج. تمام؟
لكن دي اكس ام يعني اساسا هي شركه تجاريه تدرس الاسواق، فكل سوق شو حاجته شو اموره شو ممكن تنزل فيه تطرح منتجات، هذا الشركات العالميه كلها هي تطرح، تمام؟ فهي دارسه الاقاليم، دارسه البلدان، وكل بلد بنزل كل شيء. نحن عندنا هون بتركيا تقريبا شو 40 منتج صار، شو 40 كانوا شيء 37 اظن، شو 40 منتج، لكن بنسال منتجات اساسيه، يعني مثلا لا طلع على ستيم موجودين، لا نحن ال 40 اللي عندنا هن الاساسيات، يعني عندك اساس الشركه بالفطره اللي الشركه منه، ما هو اساسها. يعني دكتور بريتسو يجي كان عنده مزرعة وفطر وشي، بس هذا هيك بداية، هيك القصة اللي حكيت لنا. طب بعدين بلشوا حتى يعني الفكرة هي تطورت، صار يدخل الفطر ريشة على المنتجات الباقية على الشعب وعلى كذا، وهو عنده فائدة الفطر ريشة أساسا بكل شيء هكذا. تمام؟ ما الفطر ريشة الفطر ريشة، فأنا أول ما فتح شركة خالد له ريش بدنا نشوف فطر ريشة. أنا فكرته أستاذ مبارك بدنا التمثيل يعني كده نحكي على الرئيس يعني بس كده شيء اسف استاذ عمر اكثر يعني الفكره يعني في مثلا الاوراق يعني قرانا والله ليك يا سيدي احكي لك شوي انا دائما بنسال لانه يعني شرح شوي لاقي اخبار شرح شوي لاقي كذا احكي لك شغله في مقوله بتقول الممارس غلب الفارس تمام اول شغله الموضوع ممارس طبعاً. بس اساسه اذا تجي يعني قواعد تبعه بسيطه ما بصير انت بشركه دي اكس ان او باي شركه بيع مباشره خلينا نكون بالوسط تمام اي شركه بيع مباشره بتفهم عن هي الشركه عده امور تفهم اول شيء منتجها تمام شو بتنتج منتجات حلو تفهم انت سياستها يعني شلون شغاله تفهم استراتيجيتها الاستراتيجيه الخاصه فيها التسويق يعني شو استراتيجيتها بتسويق منتجاتها وشو خطه ارباحها هذا اي شركه لانه اساسا اليوم نحن يعني امام قطاع كامل من شركات البيع المباشر بس فهمت هذول انت بتبلش طلب بتتعلم انت شيء اسمه تكون انت نتوركر يعني انت نتورك ماركتينج شغال حلو يعني تسويق متعدد المستويات كيف انت فعلا تجيب شخص تقنعه يدخل معك الشركه خاصه اذا كانت شركتك قويه حتساعدك كثير بي اكس ان يا جماعه الخير انا بالنسبه لي ليش احببتها شوفوا احكي لكم شغله اكون صريح معكم انا انسان تاجر وبحب التجاره وبحب المصاري تمام بحب المصاري في حدا بيحب المصاري ها اذا في حدا اذا في حدا يحب مصاري اللي لاحظتوا طيب حلو الان فنحن قاعدين بدنا ننجح بدنا نعمل فلوس تمام لو اني انا شايف بدي اكس ان ما بعمل فلوس معها ما بحط طاقاتي فيه تمام ايوه دي اكس ان بتعمل معها فلوس يا جماعه هذا سر لحدا دي اكس ان تعمل معها فلوس وكثير بس بشرط بدها جادين تمام انا حكولي مثلا في 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 سيده عم تراسلني من فتره قال لي انه استاذ يعني فلان قال لي انه قعد سنه بدي اكس ان وما حصل شيء تمام اذا ما اشتغل ما راح يحصل جاني شيء جاني هيك واحد قلت له والله قرايبي فات على الجامعه ست سنوات وما صار دكتور شو اعمل له صح ولا لا؟ ست سنوات عاد وقام وحط ولا صار دكتور واخر شيء اشتغل بغجاتي تعرف شو يعني بغجاتي اي مهنه قديمه بغجاتي شو هي لا بغجاتي ايه هيك كانوا يقولوا بغجاتي يعني انه هذا شغله هيك بدون دراسه فيا جماعه اللي بدي اقوله انا حقيقه الدي اكس ان بدي اعمل انا بقول لكم بدك تفلح بالدي اكس ان من شهر الى ثلاث اشهر لازم تكون عامل الحريه الماليه شو هي الحريه الماليه؟ حسب بلدك هون الحريه شو الحريه معقول الحريه مالك انك صرت سري بس حر ماليا انك انت مو بحاجه وظيفه تمام شلون ما تكون بحاجه وظيفه ببلد مثل هاي قديش بدك 500 دولار 600 دولار مو حريه ماليه 500 600 دولار اذا انت صرت حر ماليا صرت شو بتعمل يلا عاد طور عضويتك وطور شغلك لتوصل ل 1000 ل 2000 وكذا بدي اكس ان حقيقه من شهر الى ثلاثه الى اربعه الى خمسه بتوصل الحريه ماليا بس تكون شغال صح فقط حياكم الله جميعا اسال الله لي ولكم التوفيق الله يحفظكم ان شاء الله سبحان الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يبارك لكم جميعا نتشكركم ونعتذر من الاستاذ صهيب تاخرنا عليكم اليوم لا لا انا بعرف وصاني والله الاستاذ ابو صهيب قال لي انه في عندكم شو مناسبه او شيء بعد الاستاذ الله يعطيكم العافيه طيب يلا على بركه رب العباد تحياتي للجميع سوري بس دقيقة وقت البث عفوا جايبين معمل ايه صايبي استاذي في 2000 سبايرولينيا ايه ثواني يا جماعة بس انا بعد اطمعك على التيك توك
إذا السعر بقول لك إذا يصير مش تسير بس بدك بيصير لا لا هون دايتين روليت دايتين طيب بدكم اذا بدكم بعطيكم اوراق بالكم سجلوا اسماء نطول هيك استاذي نطول هيك طب راح عليك بس ناخذ الاسماء مودو هن شفتوا مين شافوا على التيك توك انا شفت استاذ فيسبوك فيسبوك ما لانه شفت كمان التيك توك تابعوني على التيك توك يا جماعه طيب شغل معلم بالله خذ الاسامي انت سجلهم برافو عليك سجلتوه بدي اكسين بالله تعال شو كنت عم تستقبل؟ نعم المثبت ما شاء الله الله هي شهادة قوية والله لازم نسجل لك هلا اللي شغال عنده هو اللي راح مع الدكتور المرة الثانية ما صدق رحت انا وياه الأسبوع الفاية اجت أخذت جنب المثبت ما شاء الله هو ما في بدي أسجله بس هو عضو بالبرلمان التركي ما في سجل فقط شو اسمه؟ هذا سعيد والله سعيد والله يسام معلش فهمت جاي شغال الساعة صهيب بيت شغال مع نسحب إن شاء الله جنب جميل إذا بتحب عمارة صهيب ما نسحب إيه رب العالم هو بشكل عام ما سجل والله إنه هلا جيده سجلوا مع إنه اللي بيجوا آخر الشيء إحنا ما نسجل هلا أنا دخلت بالطريق اسم حضرتك؟ اسامه اليسير وين تاخرت؟ اسامه اليسير مو جينا استاذ نادر بالعراق استاذ نادر بالعراق لا طبعا ما بصير معلم ما بصير ما تسجل استاذ فقط اعطيه هيك طيب مو كم سنه الموز؟ لا فقط طيب يا جماعه يلا هلا سريعا رح نسحب على علبتين سبيرولينا تمام؟ طيب ليكو في اقتراح وقت كنا رايحين الرحله احنا على بورصه تمام؟ اه شو قلت لهم كان وقتها قايل انا انه رح نعمل شغله للرحله خاصه بفريقنا نسحب ونرجع لاسم اللي دفعوا بالرحله اه يمكن شيء 400 وشوي هيك شيء قام شو قلنا لهم على الطريق قلنا طب ليكو يا جماعه في حل احلى اذا بدكم نعمل ايه نعمل سحب لعشر اشخاص كل شخص يربح 50 شو مو احلى يكون في 10 فرص شو رايكم نعمل لكم هي بالنسبه لنا تعالوا مع بعض يلا بسم الله تعالوا شو بسويها تعال على البث المباشر تمام تمام بيان يلا
محمد العبدان. نعم والله جد ما شاء الله حولك. انت شا... بس حتى ما ظبطها. لا والله جاي نازل مبارك. لا غلط بس هو طلع على السهم وين اجى. تمام اذا بتجي عندك مره ثانيه بخلصك اياها بس بيقولوا لي. يعني كمان كويس انا دي كلها يطلع اسمه محمد العزيز عبد العزيز سوري من عنا. مبارك ان شاء الله لسبرينا. طبعا يعني تحياتي لكل مين اجا وشارك معنا وبصراحه يعني جايبكم غالي على قلوبنا ووقتكم اللي منحتونا جدا جدا رائع. شكرا كثير الله يعطيكم العافيه ونلتقي ان شاء الله تعالى المحاضره الجايه باسنيور. مين بيجي يرفق ايده؟ اذا يوم سبت وانا جاي نفس التوقيت ان شاء الله. اي غالبا هيك بهالتوقيت بس رح نعلم يوم سبت عنوان المحاضرة والله لسه ان شاء الله. تحياتي. طيب يا اخي استاذ السؤال بس